السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم الله بالصحة التامة، الله يعطيكم العافية. اليوم راح إن شاء الله نكون مع حل تمارين المعادلة الخطية بمتغيرين، حل تمارين المعادلة الخطية غير بيانية. طبعاً أخذنا كيف نمثلها بيانياً، أخذنا عليها مثالين، وحلينا تدريب واحد تدريب اثنين، الآن راح نحل التمارين اللي هي صفحة 18 الخاصة بتمثيل المعادلة بيانياً. طبعاً راح ناخذ الجزء الأول اللي هو راح ناخذ السؤال رقم واحد وسؤال رقم اثنين، والحصه القادمه راح ان شاء الله نحل باقي التمارين او باقي حل هاي التمارين. طيب طلع السؤال الاول، مثل السؤال الاول مثل المعادلات التاليه بيانيه. اعطيني هون ص تساوي ثلث س، ص تساوي ثلث س زائد 3، وص تساوي ثلث س ناقص 3. طيب هون الطلب اعطيني اياها ص جاهزه، موضوع قانون يعني ص لحالة على طرف المعادلة، حتى لو في المعادلة يعني ما بدي لا أكيد ولا أختصر، جاهز الآن. ص تساوي، وأنا كمان ص تساوي وص تساوي، جاهز بس أعوض مكان س قيم س. طيب خلينا ناخذ صفر، ثلث ضرب صفر صفر، إذا ص تساوي إذا كان صفر معناه صفر. طيب وحكينا إحنا في الحصة الماضية إذا كان المقام ثلاث راح ناخذ أعداد مضاعفة ثلاث، إذا كان المقام خمسة أعداد مضاعفة خمسة، إذا كان اثنين ناخذ أعداد زوجية، مشان ما نختصر يعطيني أعداد إيش؟ صحيحة. طيب ناخذ ثلاثة وستة وسالب ثلاثة وسالب ستة. طيب ثلث ضرب ثلاث يعني حطهم ثلاث، هاي ثلاثة مع ثلاث، واحد ضرب واحد واحد، إذا ثلاثة مع واحد. حط مكان السين اثنين ستة عفوا، عد ثلاثة فيها واحد، عد ثلاثة فيها اثنين، واحد ضرب اثنين اثنين، إذا ستة مع اثنين. طيب حط مكان السين سالب ثلاثة، عد ثلاثة فيها واحد سالب واحد، واحد ضرب سالب واحد سالب واحد. حط مكان السين سالب ستة، أي سالب ستة عد ثلاثة فيها واحد، عد ثلاثة فيها سالب اثنين، واحد ضرب سالب اثنين سالب اثنين. إذا الآن أصبح الجدول جاهز، صفر مع صفر، ثلاثة مع واحد، ستة مع اثنين، سالب ثلاثة مع سالب واحد، سالب ستة مع سالب اثنين. بتقدر الآن تعمل أزواج مرتبة، و إحنا راح نمثلها بدون ما نعمل أزواج مرتبة على السريع يعني. صفر مع إيش؟ مع صفر، هاي صفر مع صفر هون. هاي صفر وصفر، عندهم طالب النص دائما صفر وصفر. طيب ثلاثة مع ايش؟ مع واحد، اي واحد، واثنين اي ثلاثة، مع واحد اي واحد، اي ثلاثة مع واحد. طيب ستة مع اثنين هاي أربعة، خمسة هاي ستة، هاي ستة مع اثنين هاي اثنين، هاي ستة مع اثنين. طيب سالب ثلاثة مع سالب واحد، هاي سالب ثلاث واحد، اثنين ثلاثة سالب واحد سالب ثلاث وسالب واحد، هاي هون مع سالب واحد. طيب شو ضل عندنا؟ ضل عندنا سالب ستة، طبعا راح يكون فوق هنا، خلص بكفي المساحة ما بتكفي، خلص انت الآن بكفي انك تمثل هذول وتوصل ما بينهم بخط مستقيم. بتكون عندنا طبعا هو بنص بالله بتكون مضبوط 6 مع 2، هاي 6 مع 2، طبعا هي بنكون مثلنا هذا بيانيا. طبعا راح يكون في عندك هون سالب 6، اخذنا سالب 6 مع سالب 2، راح تيجي سالب 6 هون مع سالب 2، وراح توصل معها اللي هو المستقيم. طيب خلينا ناخذ الثانية، ثلث س زائد 3، هون كان ثلث س، الان راح يكون في زائد 3، راح يكون في عندي اعداد ايش؟ كبيرة شوي. طيب ثلث س لما عوضنا مكان الثلث صفر، شو طلعت عندي هنا؟ صفر، صفر زائد 3 3. طيب لما عوضنا هون مكان ثلث س عوضنا 3، شو كان النتيجة؟ 1، 1 زائد 3 4. لو عوضنا هون مكان ثلث س 6، شو طلع الجواب؟ 6، 2، 2 زائد 3 5. يعني هذا على اقتران او
زاد ثلاثة، هاي الثانية من تحت بس زيد عليها ثلاثة، بس زيد عليها ثلاثة، صفر زاد ثلاثة، ثلاثة، واحد زاد ثلاثة، أربعة، اثنين زاد ثلاثة، خمسة، سالب واحد زاد ثلاثة، سالب اثنين، سالب اثنين زاد ثلاثة، واحد، هاي، لأنه هون بس أضفنا على القاعدة الأولى ثلاثة. طيب خلينا نيجي الآن على تمثيلها بيانية. صفر مع ايش؟ مع ثلاثة، هاي صفر، هاي واحد، اثنين، ثلاثة، هاي ثلاثة. عفوا. الثلاثة مع ايش؟ مع أربعة، هاي ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، مع أربعة، هاي أربعة. هاي ثلاثة مع أربعة. طلع فيها لعند أربعة. ثلاثة مع أربعة. الستة مع ايش؟ خمسة، هاي أربعة. خمسة هاي ستة، هاي ستة مع خمسة، هاي هون خمسة، هاي ستة مع خمسة، هاي ستة مع خمسة. أو نسحب شوي. هاي باب خمسة. طيب، الآن شو عندي؟ سالب ثلاثة مع اثنين، هاي سالب ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، هاي سالب ثلاثة مع اثنين، هاي اثنين. هاي سالب ثلاثة مع اثنين. طبعا في عندي هون سالب 6 مع 1، بنكمل سالب 6 مع 1 وبنمثلها بيانيا، بنوصل ما بين هاي النقاط على الخط البياني. خط مستقيم بنكون هيك مثلنا ايش؟ بيانيا. اذا هذا هو الاقتران اللي هو صاد تساوي ثلث سين زائد 3. هون صار تساوي ثلث سين. ظل عندي اخر اقتران هو ثلث سين ناقص 3. نفس القيم اللي هون بنطلع هون ثلث سين، هي ثلث سين ناقص 3. نطرح بالقيم هاي ناقص 3. الصفر مع ايش؟ صفر. صفر ناقص 3 سالب 3. واحد ناقص 3 سالب 2. الستة صفر على اثنين، اثنين ناقص ثلاث سالب واحد. طيب هون السالب ثلاث مع ايش؟ سالب واحد، سالب واحد، سالب ثلاث، سالب أربعة. السالب ستة مع ايش؟ سالب اثنين، سالب اثنين، سالب ثلاث، سالب خمسة. وضحت هاي؟ خلينا أعوضكم. ثلث ضرب صفر، صفر، صفر ناقص ثلاث، ناقص ثلاث. ثلث ضرب ثلاث، ثلث ضرب ثلاث، واحد، واحد ناقص ثلاث سالب اثنين. ثلث ضرب ستة، اثنين، اثنين ناقص ثلاث سالب واحد. ثلث ضرب سالب ثلاث، سالب واحد، سالب واحد، سالب ثلاث، يعني سالب واحد زائد سالب ثلاث سالب أربعة. ثلث ضرب سالب ستة، سالب اثنين، سالب اثنين، سالب ثلاث، يعني سالب اثنين زائد سالب ثلاث سالب خمسة. كل القيم راح تكون هي السالب، إذا راح نختار الآن يكون الخط، خلينا نعتبره فوق هيك، مشان راح تكون كل القيم تحت سالب. طيب، الصفر مع ايش؟ مع سالب ثلاث، هاي صفر، وهي سالب ثلاث، واحد، اثنين، ثلاث، سالب ثلاث، عفوا. الثلاثة مع ايش؟ مع سالب اثنين، هي واحد، اثنين، هي ثلاث، مع سالب اثنين، هي سالب اثنين. طيب الستة مع سالب واحد، هي ستة، أربعة، خمسة، ستة، هي مع سالب واحد، هي واحد سالب، هون ستة مع سالب واحد. السالب ثلاث مع سالب أربعة، هي سالب ثلاث، واحد، اثنين، ثلاث، سالب ثلاث، مع سالب أربعة. السالب ستة مع سالب خمسة، هي ستة، هي أربعة، خمسة، هي ستة، سالب ستة مع سالب خمسة. مع سالب، وبنوصل ما بين هذه النقاط على المستوى البياني. وبنكون هي كانت طبعا مثلنا هاي النقطة اللي هي راح تكون مع سالب اثنين، طبعا عفوا هون مع سالب أربعة، هون
هون مسألة خمسة. هيك بكون مثلنا هاي الاقترانات الثلاثة بيانياً. لاحظ عندي إنه كل هاي الاقترانات شو بتلاحظ عن هاي الاقترانات؟ كلها متزايدة، ليش؟ من الربع، بين الربع الثالث والأول، بين الربع الثالث والأول، هاي ثالث مع أول، ثالث مع أول، طالع عليك الضوء، هاي ثالث مع أول، ليش؟ لأنه معامل س موجب، وهون موجب، وهون معامل س ايش؟ موجب. هيك بكون فتلنا هاي الثلاث. ضل عندنا السؤال رقم اثنين معطيني معادلة وبده نشوف في عندنا مجموعة قيم، هل تمر هاي القيم بهاي المعادلة ولا ما تمر؟ طبعا رح ناخذ بعض القيم هاي اللي هي عندي صفر وتسعة. كيف بدي أعرف إنه هاي النقطة تمر في هذا المستقيم ولا ما تمر؟ بعوض مكان س الصفر قيمة س، هل يطلع عندي تسعة؟ إذا لما عوضت السين وطلع عندي صاد معناته يمر، إذا ما بيعطيني صاد معناته لا يمر. طيب ثلث س ضرب صفر صفر، صفر ناقص ثلاث سالب ثلاث، ما طلعت تسعة، إذا هاي لا تمر. طيب الثاني بعديها ثلاثة وصفر بنعوض كمان، لاحظ عندي هون ثلث ضرب صفر ناقص ثلاث وتساوي صفر ناقص ثلاث وتساوي ناقص ثلاث، ما طلعت تسعة. اللي بعديها ثلث ضرب شيء قد ايش؟ ثلاث ناقص ثلاث وتساوي على ثلاث فيها واحد، على ثلاث فيها واحد، واحد ضرب واحد واحد ناقص ثلاث سالب اثنين، ما طلعت عندي، اذا هاي كمان لا تمر، لانه ما طلع عندي صفر، لازم يطلع عندي الناتج قيمة صفر. طيب اللي بعديها عندي هون اللي بعديها اللي هي سالب اثنين وسالب سبعة بالعشرة مع ثلاثة وتسعة بالعشرة سالب، خلينا نجرب وتساوي ثلث ضرب اثنين وعشرة سالب ناقص ثلاثة وتساوي على ثلاثة فيها واحد على ثلاثة فيها سالب تسعة، سالب تسعة سالب ثلاثة يعني سالب تسعة بالعشرة زائد سالب ثلاثة وتساوي ثلاثة وتسعة بالعشرة سالب، إذا هاي تمر، هاي بتمر. طيب خلينا نشوف جذر خمسة، جذر خمسة مع جذر خمسة على ثلاثة ناقص ثلاثة وتساوي واحد على ثلاثة ضرب جذر الخمسة ناقص ثلاثة، جذر خمسة ضرب واحد وتساوي جذر خمسة على ثلاث ناقص ثلاث، طلع عندي جذر خمسة اللي هي نفس القيمة هاي هذه كمان تمر، إذا هيك أنا بحدد إذا أنا بدي أعرف إنه هل تمر النقطة في المستقيم ولا ما تمر في المستقيم، بعوض قيمة س مكان س، إذا طلعت عندي بعد التعويض طلعت عندي صاد صحيحة هاي قيمتها معناته تمر، إذا تعوضت س كمان وطلعت عندي سالب طلع وطلع سالب اثنين ما طلعت صفر، لازم لما أعوض س يطلع صاد، هون كمان لما أعوض س يطلع صاد، هون طلع عوضنا سالب اثنين بالعشرة طلعت عندي سالب ثلاثة وسالب سبعة عشر قيمتها هي، إذا هاي تمر، لما عوضنا جذر الخمسة برضو طلعت عندي جذر الخمسة على ثلاثة ناقص ثلاثة وهي جذر الخمسة على ثلاثة ناقص ثلاثة، إذا هاي النقطتين بالمرة وهذول النقطتين لا يمروا في هذا المستقيم، وهيك بنكون خلصنا اول سؤال وثاني سؤال، والله يعطيك العافيه.